ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحمد رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلوم معلوم الصالحين. آمين. حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه في حكم الجنابة، فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه بالصلاة. نعم. قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن قزعة قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما يعذب الله هذا الميت ببكاء هذا الحي، فقال حدثني عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كذبت على عمر ولا كذب عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا بعد شيء. قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا ابراهيم عن علقمة عن القرطع عن قيس بن ابي قيس رجل من بني جعفي رجل من جعفي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه ابو بكر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فقرأ فقام فسمع قراءته ثم ركع عبد الله رضي الله عنه وسجد. عليكم السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطى. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه من ابن أم عبد. قال فأدجت إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليبشره بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلما ضربت الباب أو قال سمع صوتي قال ما جاء بك هذه الساعة؟ قلت جئت لأبشرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال سبقك أبو بكر. قلت إن يفعل فإنه سباق بالخيرات وما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه أبوه. نعم. هذه الأحاديث الثلاثة أيضا في مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيها الفوائد الكثيرة الجمة، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه تصيبني الجنابة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة. الحديث يعني ليس بتمامه هنا لتفهم الفائدة من هذا الباب، لأنه قال إني تصيبني الجنابة، هل كان يسأل عن الحكم بعد الجنابة أم الحكم يعني على التخصيص في النوم على الجنابة؟ وإلا قد انتشر بينهم مسألة الغسل من الجنابة أو وجوب الغسل من الجنابة. فهنا التقدير في هذا الباب إني تصيبني الجنابة أفأنام على الجنابة، أنام على هذه الحال يعني أنام وإن كنت جنبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة، كأنه قال لا تنام حتى تتوضأ. في رواية أخرى قال نعم إذا توضأت، فحمله الجمهور أو حمله بعض العلماء من المحققين على الشرطية أنه لا يجوز أن ينام المرء على جنابة حتى يتوضأ. وعلل الإمام أحمد الوضوء هنا بأنه يخفف الجنابة على الأعضاء، أنه يخفف الجنابة على الأعضاء، فلذلك قال له نعم إذا توضأت، نعم إذا توضأت. والجمهور على أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام جنبا ولم يمس ماء، إنما جنوبا لم يمس ماء، الحديث عن أبي إسحاق السبيعي. هم قالوا أن الحديث ضعيف وعللوا له علل ثلاثة، والصحيح الراجح أن الحديث ليس بضعيف، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يمس ماء. وورد أيضا في الطبراني بسند يعني مقارب جدا أن النبي كان جنوبا فضرب على الحائط ثم نام، فأنت تعلم أنه يضرب على الحائط مع وجود الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، ونتيمم مع وجود الماء كما تيمم عندما سلم عليه وأراد أن يعجل بالرد فضرب على الحائط ثم تيمم وهو يتوضأ ثم أعاد أو رد السلام. الغرض المقصود بأنه إن قلنا بحديث عائشة أنه صحيح كان ذلك دلالة على جواز النوم على جنابة، إذ الاغتسال موجب الصلاة، يعني الصلاة توجب الاغتسال لصحة الصلاة، ولأن الصلاة لا تصح إلا على الطهارة، لكن لا يلزم التعجيل بالغسل، لكن إذا أراد أن ننام فإنه يتوضأ وضوءه للصلاة على ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
رضي الله عنه وارضاه، ولم يرى الجمهور أنه اشتراط، ولكنه على الأكمل والاستحباب على الأكمل. ولذلك وقال في الوضوء، قال فإنه أنشط للعود، يعني إذا أراد أن يعود أيضا يسهل عليه العود بالوضوء. أو يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة، استدل به من قال بنجاسة إفرازات المرأة، استدل به من قال نجاسة إفرازات المرأة، ولأنه في رواية قال يغسل ما أصابه منها، يغسل ما أصابه منها. وحقيقة الأمر المسألة وإن كانت خلافية، الراجح الصحيح أن إفرازات المرأة على الطهارة ليست على النجاسة. والدلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع، وقالت عائشة رضي الله عنها وارضاه فكان يلبس الثوب الذي جامع فيه ويصلي فيه، إن كان يابسا حكته، وإن كان رطبا غسلته استغفارا. لكن الغرض المقصود أنه لا يمكن أن يلبسه وكان يابسا إلا وقد اختلط ماءه بمائها. وأيضا يكون إفرازات المرأة، يعني المرأة أصلا قبل حتى القصف لها إفرازات كثيرة جدا، فإفرازات المرأة على الطهارة ليست على النجاسة. لكن هنا يستدلون بقول يغسل ذكره، وهذا على الاستحباب، ولأنه لما كان يغتسل يعني أخذ التراب، أولا غسل ذكره ثم ضرب رأس يده على الحائط. نعم، وهذا كما قلت المصارع إليه استغزارا، وليس الأمر على الوجوب، لأنه المني طاهر، ولأن إفرازات المرأة أيضا طاهرة. عليكم السلام عليكم. قال يتوضأ وضوء أهل الصلاة على الاستحباب والكمال، على الاستحباب والكمال. والحديث الثاني هو قول ابن عمر إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، الميت يعذب ببكاء الحي عليه. وقال حدثني بذلك عمر، ثم قال ما كذبت على عمر، ولا كذب عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، حتى عائشة لما ذكر لها ذلك قالت تحدثوني عن صادق ومصدوق، لكن الحفظ خوام. في رواية قالت وهي مع عمر، في رواية قالت وهي مع عمر. فقالت إن النبي قال إنهم لا يبكون وإن الميت لا يعذب، يعني مع بكائهم الميت أصلا إيش يعذب في قبره، إنهم لا يبكون وإن الميت لا يعذب. واستدلت بقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا أيضا فيه تأصيل كما أصله شيخنا الفاضل مسفر الغرم لام الدماني في كتاب نقد متون السنة، قال وهذا أساس من الأسرة والأعمدة التي بنتها عائشة في نقد متون السنة، أن تخالف السنة الكتاب، لكن هذا بقيد. وش القيد؟ إيش القيد أهاب؟ طيب إيش القيد أنسناوي؟ ماشي أبو خالد، ممتاز. أن المخالفة تكون من كل وجه، أن المخالفة تكون من كل وجه، لكن الاختلاف يكون من وجه ووجه، اختلاف من وجه ووجه قد يحمل على الجمع، يحمل على الجمع. وهنا هنا الحمل على الجمع موجود، بأنه يعذب ببكاء أهلي عليه إن وصى لهم بذلك، وأهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك، يوصونهم بالرثاء ويوصونهم بالكلام على المفاخر وأيضا على سمات شخصية مفخرة بين الناس، أو يكون يعلم بمخالفتهم ولا ينكر. طيب الدلالة ذلك أن أبا موسى الأشعري لما أغمى عليه ثم أفيق وسمع صوتا فقال إني بريء، إني أبرأ ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي برئ من الحلقة والصالقة والشاقة. فلا بد إذا علم أنهم قد يقع منهم ذلك يتبرأ مما يخالفون به السنة.
وفي الحديث الثالث مر النبي صلى الله عليه وسلم ومر معه أبو بكر وعمر ويقرأ فتسمع قراءته. ابن مسعود كان يقرأ فتسمع قراءته. وهذه فيها فضل فضل السماع، وهذا خروج من الهجران. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال علماء هنا هجران، هنا هجران سماع من الهجران. وفي السماع تأثير في القلوب. فالهجران هجران سماع كما هجران التلاوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فسمع ابن مسعود فتسمع، تقصد السماع، تقصد السماع وقف. وهذه قراءة المرء ممكن تأخذ بقلبك ولبابك. لذلك كان من السنة أن تحسن القراءة وتحزن القراءة. فسمع النبي فاستوقفته. وانظر إلى قدر الله جل في علاه، وابن مسعود لا يدري حتى ركع ثم سجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى. العجيب أن أبا بكر لما سأله ماذا كنت تدعو قال كنت أقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. ونحن على يقين أنه في الجنة وأنه مع النبي في الجنة، مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. لأنه قال سل تعطى، لذلك بشره أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. وقال من سر أن يقرأ القرآن غضا طريا أو غضا كما أنزل فليقرأ على ابن أم عبد. وهذه فيها دلالة على فارس ميدان الأمة بأسرها، وأنه يجب على العالم أن يدل على العلماء وأن يبين مكانتهم وأن يبين أن الناس يستفيدون منهم ويبين ما هم فيه متقنين في أبواب الإتقان. كل ذلك يجب على العالم أن يفعل ذلك من باب الدين النصيحة. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله والرسول أئمة المسلمين وعامتهم. وقال من سر أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على ابن أم عبد. قال فأدلشت لعبد الله بن مسعود أبشره. هذه فيها دلالة على الهمة وحسن نقاء القلب بالسرعة بالبشارة للغير. ده إن دلت دلت على صفاء السريرة. هاي سمكاته أين كنت أمس؟ هنا. إيه يقول لي هنا عافية، يقول لي هنا. إيه ده إيه ده؟ لا فين العصر؟ آه امبارح كنت الدور صح. لا الحق معك، ميلي ميلي خلاص، ميلي ميلي محدش يقدر يتكلم معاك. الحجة معك بتلمع. أين نادي طيب؟ نادي ما عرفش موجود امبارح. بالنسبة للسروال دي كده تعدي السروال. هو السروال ده إيه ماله؟ مقصر يا شيخ، مقصر يا شيخ. الرجل إلى الكعبين خلاص، وبعدين اللون ما فيهوش أي شيء. دي خريطة بتاعت زمان دي، حضارة يكسوه الزول. وبعدين أنت مش شايف، مش شايف، مش شايف أقلام القميص ماشية مع يعني أنت تحسب هذا الرجل دول ناس عندهم علاقات في الألوان. ما اللي بيلففه بالدردار هو اللي بيخلينا، اللي بيلففه بالدردار هو اللي بيجيب له، هو اللي بينقي له. ها؟ أهم حاجة الزعيم صح؟ وبنلبس. لا اه، أما اللي عامل لي فيها أبو رصيف، لا أبو رصيف وبتاع، لا ما ينفعش. على جنب اه بقى. بس خلي بالك يعني، ما المشكلة، المشكلة عنده أم وأبو، ولو اجتمع اجتمع، لو اجتمع افترق. أبو رصيف شائي، لا هو باين عليه، باين عليه الإشكال. أنا كلام في حق يعني، النوبة لهم أذواق راقية، لهم أذواق، لا لا النوبة لهم أذواق راقية، شغل متين جدا. ما قلت لك بقى اللي بيلففه بالدردار ولا من الخير بقى. بس انا اقول لك شيء، اصلا ارقى الناس من يرق لاهله.
اصحاب 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 ذوقه. اه نعم. اقول له يمسك الحديده في اي حاجه هو عايزها. كان باختيار في المساله دي. كان باختيار انا معك. طب اسمعني، حتى لو كان الامر ده، حتى لو كان مضغوط عليه، المهم في النهايه الصوره طالعه ايه؟ النهايه باصل للي انا عايزه. مش انت بقى هم اللي بيصلوا اللي هم عايزينه. المهم بس انا عايز ايه؟ شفت اهو ايه الجمال ده؟ والله ده طالب 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 علم له ذوق راقي. تعرف حضرتك طلب انا اقول لك شيء، حتى الذوق الراقي لا يؤثر فيه الزهد. يعني دي اذواق، رقة مشاعر لها حقيقة الكلام، لا امزح. هم سيدنا عايزين، هم سيدنا الاخوة الا ما رحنا رب، عايزين بقى الاخ يبقى لابس وطن مقطع ومبهدل ومتكسر. ودي اصلا لا تعرف ان هذه تخالف، لا لا هذه ليست علامه زهد، ليست علامه زهد هذه، وهذا خلاف اصلا، خلاف ما عليه اهل الاسلام. قال ان احدنا يا رسول الله يحب ان يكون نعله جميلا وثوبه جميلا، كان الله جميل يحب الجمال. اتفق مع حضرتك، شوف القضيه نقد المشاعر، ومن نقد المشاعر المشاعر كلها. لا بس لا، هذه بقى اللي انت ما تفهمهاش، عشان دي فيها خفاء، تأثيرها لامع جدا. بص مش فاهم هو برضه. مش بابه، والله ما بابه. يركن على جنب ماشي. لا. مات نادر هخليه يتكلم معاك. أخي ده شيخ جاي حمايتي. تفضل يا أستاذي. تفضل. مش كلام معاك، احنا خلاص خلصنا الكلام معانا. عامة احنا وقفنا على مسألة مهمة جدا، حتى بعد الذوق الراقي لأخينا الفاضل أبو جودي. أقول قال فأدلجت أسرعت لأبشره. هذه حسن السريرة، صفاء السريرة، نقاء القلب، حب الخير للغير، افتقدناها كثيرا في معالم الوسط الذي نسير فيه. هذا الوسط مهم جدا أن تشع فيه الأخوة في الله، وأن يشع فيه حب الخير للغير، وأن يقف المرء هكذا ينظر للآخرين بأنه يريدهم في أعلى ما يكونون، في أحسن ما يكونون، في آمن ما يكونون. انظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما قيل فيه هذا القول، وما قيل فيه من سر أن يأخذ القرآن غدا طريا فليأخذه من عمر بن الخطاب. لكن لما سمع ذلك عن ابن مسعود علم أنها منقبة ليست بعدها منقبة، ولذلك لما صار أمير المؤمنين وبعث إلى الكوفة قال والله إني أوثركم بابن مسعود عن نفسي، والله إني أوثركم بابن مسعود عن نفسي. فهنا قال فأدلجت أبشره، وهذه كما قلنا فيها ما فيها من خير. شوف كعب بن مالك عندما جاءته التوبة فطلح الخير، يقال لما دخلت المسجد فقام طلح، ما قام أحد إلا طلح، وأقبل علي يتهلل فرحا وأقول أبشر بخير يوم لك، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لكن حملها له، حملها له في هذا الباب عندما جاءته التوبة. الغرض المقصود أن المسارعة في بشارة الغير فيها صفاء السريرة، فيها نقاء القلب، فيها العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. يقول فأدلجته، شو ده الفجر بقى أسرع وذهب إلى ظلمة الليل، يعني هو راح الفجر سبحان الله، أبو بكر سبقه. عجيب. وإن أردت أن تتعجب فإن تعجب فعجب عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيكم في الفجر، صلاة الفجر، أيكم صائم؟ يقول أنا. أيكم عاد مريضا؟ أنا. أيكم صلى على جنازة؟ أنا. إيه ده؟ من يوفق؟ طبعا هذه المسألة في غير المعتاد، يعني هذا الامر لما اجتمع في غير المعتاد. وايش دل بقى على ذلك يا وجيزه؟ ايش يدل لك على ذلك؟ ميلي ميلي يا زول، اجتمعتما معا والبحر الاحمر معكم انتوا الاثنين في المساله وخط اسوان، يعني الخرطوم بأسره واصل. لكن شنو؟ اشرف متى حيث انتهى؟
هما الاثنين اصلا ما فيش انتهاء، الخلط فيهم واجب. نعم. حياة المريض لا تقول ليلة. حياة المريض لا تقول ليلة. ايش اللي ما لها وما الاجابة اللي احنا بنسأل فيه؟ الله يهدي. تفضل شيخ. ما من واحد من اصحاب الرضوان رفع يديه او قال انا في واحد من الصور. نعم، والافضل بكذا ان تقول لا يمكن. تفضل. لا تسلق الى ديانة الفجر. لا يمكن الا بتدبير الله على التوفيق فقط. هذا اسمه تخصيص التوفيق. لانها غير معتادة. يجعلها الله في شخص واحد، هذا تدبير التوفيق. أن الله جعلها يجعل له ليلا، يجعل له وهو يصلي الفجر، أن يكون قد صلى جنازة، وأن يكون قد صائم، هو صائم طبعا بعد الفجر خلاص صائم، وأن يكون تصدق بصدقة، وأن يكون عاد مريضا، كل ذلك في الليل. وانظر هنا عمر بن الخطاب يقول أدلجته في عمق الليل، ويذهب لمن؟ لابن مسعود. يرد أن أبا بكر قد بشره. هذه إسراع كالبرق. فهي المسألة هنا لا يمكن أن تكون إلا بتوفيق من الله جل في علاه. ده اسمه اصطفاء التوفيق. لأن ممكن الله جل يوفق الجميع لشيء معين، لكن يصطفي انتقاء، يصطفي من يشاء، يكون التوفيق فيه توفيق آخر غير متوقع، غير يعني كما كان من عمر الخطاب في الإلهام، وقال ما وجدت عبقريا يفري فرع. فهذا اسمه اصطفاء انتقاء، اصطفاء في التوفيق. ف بعد ان وفق الله عز وجل ابا بكر لذلك، قد جرى على لسان المسلم هذا السؤال في هذا الوقت. ما خلاص، ما هو طبعا من التوفيق، ما خلاص المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل بقدر الله جل وعلا كان هذا إظهارا لما خفي. ولذلك لابد أن تعلم يقينا من أمر آخر من السنة الكونية، وش هي؟ إبراهيم. ممتاز. لكن في ما كل واحد بقى يتبع ما كل واحد يقولها لازم أقوله صح. نعم، إذا رضى الله شيئا هيئ له أسبابه. نعم، هو قريبا من ذلك أن نقول أن الله جعل يظهر أعمال الخير وإن خفيت. ده من باب ده اللي كنت أريده، ده من باب الشكر، بأن الله شكور. اجتهد المرء جدا ليخفي عمله والله يظهره. فالله تعالى شكر له فأظهر كل فضائل رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ما أخفى عبد سريرة إلا الله تعالى جعلها من الحكمة، جعلها الله تعالى في فلتات لسانه. فهنا أراد أن يبشره، قال سبقك بها أبو بكر. قلت إن يفع شوفه، قل له جئت، قال ما جاء بك هذه الساعة. يعني ساعة مش متوقع أحد يأتي فيها، وأشوف عمر يفعل ذلك ساعة غير موفى، ما مش متوقع يأتي أحد فيها، يكون سبقه فيها أبو بكر رضي الله عنه ورضاه. فقال له قد سبق أبو بكر، فقلت إن يفعل فإنه سباق بالخيرات. يا ربي على هذا، يا ربي كيف نتعلم أن نؤمن يا رب. قال إن يفعل فإنه سباق بالخيرات. طبعا أصلا طبيعة جبلية، لما أنا أذهب أفعل خير أجد غيري سبقه، وماذا يحدث؟ صدري يعني مش كل البشر، كل البشر مش ممكن ينظرون لذلك. أصلا النفس هتقول سبقاني، فاهم، حتى تنقبض أنه خلاص حاز المعالي وانت ما حست. لا، ده أول من طلق قال نعم يفعل إنه سباق بالخيرات. نعم شيء. طبعا، بس مش كل البشر ستغبط، مش كل البشر هتحقد، انا معك، لكن مش كل البشر هتغبط. اللي انا اقصده في النادر ان انت تسعد ثم تقر وتبين. عمر ينافس ابا بكر، ينافسه وهو قال ذلك، لكن سلم للقدر بعد هذا. فقال إن، لكن هو لما جه يتكلم قال إن يفعل فإنه سباق بالخيرات. أن تعدد نعائمه. أنا قلت لك عندما تذكر لأحد ما يريد منك أن إيش؟ أن تظهر الفضائل، وإن أظهرت سكت وغض الطرف خلاص بقى، ما أنت مش هو صادق، خلاص اسكت ده. لكن هو شوف يقول له هاتي يعني إيه أذكر الفضائل.
وهذه لا تتأتى إلا من قلب امتلأ نقاء وصفاء. ولذلك أبو بكر إيش كان؟ إيش لقبه الله في كتابه بإيش؟ الصديق الذي جاء بالصدق وصدق به. لا يمكن أن يكون صديقا إلا إيه؟ إلا بصدق قلبي، بطهارة قلبي، بنقاء قلبي. هذه من الأهمية بمكان. فلذلك أقول إخوتي الكرام، قال إنه سباق، فإن يفعل فإنه سباق بالخيرات، وما استبقنا خيرا قط إلا سبقنا إليه أبو بكر. وهذا حق كما قال عبد الرحمن عوف: لو وزن إيمان أبي بكر، أو قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام. وهذا عجب وعجاب أيضا، ولكن بشيء وقر في قلبه. ومقياس الناس عند رب الناس القلوب، ومقياس الناس عند رب الناس القلوب. النبوة الاستفاء فيها ما كان إلا على القلوب، إلا على القلوب. ولذلك الإمام مالك احتار فيه الناس، قالوا لم نجد له كثير عبادة، ولكن هي خبيئة بينه وبين ربه جل وعلا. مقياس الناس عند رب الناس القلوب. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع للأعلم، تزكية النفس لبراءتها. قال: ما كذبت على عمر، وعمر كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الجمع أولى من الطرح. فضل التنافس في الخيرات. علامة الإيمان بشارة الخير بالغير، بشارة الغير بالخير. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.